أعزائي المشاهدين، بنواصل معاكم شيء أعتبره من الأمراض الاجتماعية الخطيرة المدمرة الكثيرة سريعة الانتشار في بلدنا بين شبابنا، المخدرات. وللمرة المليون أقول الحاجة الوحيدة اللي أسعارها نزلت. في 2010 و2009 كانت التذكرة بتاعت الهيروين 700-800 جنيه، دلوقتي ب 150 جنيه. ازاي والدولار غلي ومش عارف ايه والاسعار ايه والحدود ماسكينها كويس؟ في حد متعمد يدمر شبابنا. بشكر صندوق مكافحه الادمان دكتور عمرو عثمان وفريق العمل اللي معاه، اللي انا يعني تقريبا كل يوم يبعت لهم كل الحالات اللي بتجيلنا على الصفحه بتاعتنا، وايضا بيجي لهم اكيد المئات او الالاف يوميا من رقم التليفون بتاع صندوق مكافحه الادمان. لكن الأم المصرية، وأنا كنت في برنامج على المرأة من كام يوم، قلت زعلان من بعض السيدات، إزاي تسيبي ابنك ولا زوجك ولا بنتك توصل للمرحلة دي؟ وبقدر واحترم هذه السيدة اللي ربطت ابنها وحطته على العربية زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت وكانت بتدور علينا. هنشوف الصورة عشان نعرف إصرار الأم، إن هي بتقول ما تسيبونيش لوحدي، أنا في كارثة. صورة المجتمع وصورة ابنها اللي ربطته بالحبال على العربية النص نقل زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو، دي صورته على العربية مربوط. الأم بتستجير بتستنجد وبتصلنا بصندوق مكافحة الإدمان. أعتقد إنه تم التواصل وبنديها رسالة طمأنينة. مش هقدر أقول لها مبروك أو أهنيها لما ابنها يخش يتحجز يكون عنده إرادة حقيقية هو واللي حواليه. نقدم هذه الصورة لكل أم، لكل أب، لكل أخ. اوعى تسيب أخوك أو تسيب ابنك لما يوصل المرحلة دي. الأم معانا دلوقتي اللي بحييها للمرة التانية، وأطمنها بأنه إن شاء الله في خلال ساعات هتروح للمستشفى ويتم بدء مرحلة العلاج. ادعوا معايا. أهلا بيك يا ستي، والمرة التانية بكلمك ومش عارف هم اتصلوا بيكي ولا لا، بس قبل ما نخش للصدق هم اتصلوا بيا يا استاذ طارق، متشكره منك قوي. واتواصلت معايا الصندوق وحددوا لي ميعاد على اساس ان هم يردوا ابني ويعالجوه، وانا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي بصراحه. انا بس هطلب منك طلب وعشان كده بكلمك للمره الثانيه، يا ريت كل اللي يعني ابنك بيحبهم بيسمع كلام مين يبقى عنده الاراده قبل ما يروح المستشفى، لانه يعني موضوع العلاج بيتوقف. هو ابني كان كويس وعنده اراده يا استاذ طارق، بس ربنا يجازي ولاد الحرام اللي بيعملوا كده. هو عنده كام سنه؟ قولي للبيانات تاني. عنده 21 سنه. وبياخد ايه اللي هو الستروكس ده والفود والحاجات دي؟ بياخد اللي انت حضرتك بتقول عليه دوت، احنا عمرنا ما خدنا الكلام دوت ولا نعرفه اصلا. ربنا يجازي ولاد الحرام، ربنا يجازيهم وربنا يعدوا لك ميزان حسناتك يا استاذ طارق. ربنا يكرمك يا ستي. انا بس عاوز اقول لك يعني دي بدايه المشوار، المشوار متعب مجهد، معلش يعني تزودي بسلاح الاراده وهنبقى معاك نتابعك. هتاخدي ابنك بكره تروح المستشفى تطمنينا انه هيبدا يتحجز، ووعي لو خرج ثبتيه وحافظي عليه لغايه لما يطلع لبر الامان ان شاء الله. ربنا معاك يا استاذ طارق يا رب، ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك. وكلموني وانا مش عارفه اقول لحضرتك لا. هو ابنك جنبك؟ ابنك جنبك موجود معاكي؟ لا والله يا استاذ طارق، هو مع باباه تحت. هو يكون بياخد حاجه ولا حاجه؟ لا 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 يا استاذ طارق، من ساعه ما اتكلمنا لان هو رايح برغبته، لان هي في ناس اصلا وحشه هي اللي روته على الكلام ده. ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يكرمك يا استاذ طارق، ربنا يكرمك يا رب. ان شاء الله ربنا يخليك. كل البرنامج بتاع استاذ طارق، كل سنه وانت طيبه انت واسرتك. ربنا جعل فينا سبب يعني. ان شاء الله يا ستي كل سنه وانت طيبه انت واسرتك، تقضوا عيد سعيد ان شاء الله، وابنك يبدا رحله الامان والعلاج.